بقالي كده قد ايه؟ بقالك 3 ايام يا بطل. ايوه عرفتش تقتلني يا حمزه. سليم. اه كنت فاكرني مت. المره اللي فاتت فلتت مني، بس وعد المره اللي جايه مش هتفلت، مش هتفلت يا سليم، فاهم؟ المره الجايه انت اللي مش هتفلت مني يا حمزه. كلام على ايه يا سليم؟ مش هم عايزين مجدي، انا هرجعه لهم بس بطريقتي. جاهز يا سليم؟ جاهز. انا هتحرك ونبقى على اتصال. صباح الخير يا استاذ هبه. صباح الخير يا عم ابراهيم. عم ابراهيم والنبي ممكن تجيب لي الفايل من على مكتب استاذه اميمه عشان استاذ منصور وصلني ان يكون على مكتب. حاضر حالا يكون عندي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا عم ابراهيم؟ يا نهار اسود. الو استنى استنى، قولي العنوان فين. اه ماشي. الو ايوه بتقول ايه؟ قنبله؟ فين القنبله دي؟ بتقول فين؟ الان نشهد واحده اشعانا في العمليات الارهابيه واشدها. يا غاده يا غاده تعالي شوفي ايه اللي بيحصل. في ايه يا ماما بتزعقي ليه؟ تعالي يا بنتي تعالي. بص تعالي. قنبله وكما هو واضح على الشاشه رهيب جسد احد الرهائن، والذي تواردت الينا اخبار بانه لواء في وزاره الداخليه. كان البحث قد استمر عنه طوال الايام الماضيه لينتهي بظهوره في اسوا توقيت ممكن. الاعصاب لا تزال مشدوده والموقف لا يزال متوترا حتى هذه اللحظة. الآن لم يتمكن رجال الداخلية من تحرير الأسرى في الداخل. أيوة يا حمزة، وصلت ولا لسه؟ بسرعة يا حمزة، وأول ما توصلوا كلموني. يلا الكل لازم يخرج، افتحوا البوابات بسرعة وخرجوهم كلهم. يلا يا ابني يلا. ألو إيه بتقول إيه؟ تلفزيون؟ طيب طيب. لا يزال العد التنازلي للقنبلة يتواصل وبسرعة مبهرة بالنهاية الزاوية القادمة. إن لم يتمكن خبراء الفرقعات من التعامل مع القنبلة وإبطال مفعولها أو على أقل واحد خد علاء معاك وانزلوا صوروا المكان وحاولوا تجيبوا الناس اللي جوه بسرعة. يلا دينا منى امسكوا صفحة الجورنال على فيسبوك وتويتر وتنزلوا خبر كل دقيقة، أي خبر تلاقوه تنزلوه. يلا اتحركي بسرعة. إسماعيل خد هناء معاك واعرف لي مين الناس اللي في المعرض باسمائهم وتليفوناتهم، وحاول تكلم حد من جوه يحكي لك ايه اللي بيحصل. ها ورانيا هيا هيا تعالي لي بسرعه. اسماعيل الموضوع ده مهم جدا، حاول تجيب حد من جوه تكلمه. ها بقول لك اقفي مع دالي هنا طلعي لي كل الاسماء. يلا يا جماعه بسرعه ارجوكم بسرعه. الحول يا باشا الحول يا باشا. Come on!
ايه الناس دي مش عايزه اشوف حد هنا؟ يلا يا جماعه اهدوا بس، اهدوا يا جماعه اهدوا علشان نعرف نتكلم. لو سمحتوا مش عايز اي حد يقرب من جوه، يمين وشمال وبسرعه اقعدوا على الارض. البوابات دي بتتفتح ازاي؟ الكهرباء يا فندم. في كهرباء منين يعني؟ اللوحه يا فندم طالع منها اسلاك خايفين نلمسها. ماشي نقتل كلها. يلا يبقى محدش يقرب لها، محدش يلمس لوحه الكهرباء. في جديد؟ سليم، سليم لاعب لوحة الكهرباء بتاع فتح الباب، مش هنقدر نفتح الباب من جوه. يعني ايه مش هنعرف نفتحها؟ يبقى تتكسر. شوفوا لنا كده على حاجة نكسر بيها الباب ده. الله. ايوه. ازيك يا حمزة؟ سليم، انت اتجننت؟ اسكت وبلاش عفرطة واسمع اللي هقول لك عليه. أنا مكلمك عشان أساعدك. بتساعدني ازاي يعني؟ الباب اللي انتوا عمالين ترزعوا فيه ده متلغم. يعني لو حد حاول يخرج أو يدخل من غير إذني المكان كله هينفجر. أنا قلت الحقك قبل ما تتغابى. سلام. ابعد يا بهاء، ابعد عن الباب. في ايه؟ لو فتحنا الباب المكان هينفجر. نعم سليم، فتخخ الباب، لو فتحناه القنبلة هتنفجر. ايه؟ صباح الخير. صباح النور. كان عندي ميعاد مع مستر صبحي باسم سامح عثمان. طب ثانيه واحده اراجع البيانات. اتفضل. ايوه بس الميعاد ده الساعه 10 ومستر صبحي لسه ما جاش. ده انا اللي جيت بدري شويه. طيب في مشكله لو قعدت استنيته؟ لا خالص، اتفضل. ميرسي. مريم. يا باشا عونا يا باشا. ايه عونا؟ ايه اللي حصل؟ عونا يا باشا. ايه اللي حصل فيه؟ ايه القنبله فيها ميه؟ ساعته اشتغلت يا باشا. طب ايه بس؟ ايه يا جماعه؟ اهدوا اهدوا ثانيه واحده. اسمعونا. الساعه بتقول قدامنا لسه وقت قد ايه يا فندم؟ نص ساعه بالظبط. عونا يا باشا. يا جماعه حاضر، قبل نص ساعه تبقوا خارجين. هنخرجكم قبل نص ساعه. قبل نص ساعة. هنخرجهم ازاي بس واحنا مش عارفين نفتح لهم اصلا؟ فين القنبلة؟ القنبلة جوه بس مش هنقدر نفتح الباب يا فندم. امال هندخل ازاي؟ مش عارف، مش عارف، بس هندخل، هندخل. بهاء. دكتور سليم، ازي حضرتك يا فندم؟ مش فاكرني؟ انا حسام محمد، كنت طالب عند حضرتك في هندسه. ازيك يا حسام، اخبارك ايه؟ الحمد لله. ازيك انت يا دكتور؟ انا بقالي كتير قوي ما شفتكش من ساعه اللي حصل معاك انت وعلي
الله يرحمه. الله يرحمه. انا اسف يا دكتور، انا بس لما شفتك افتكرته. لا ولا يهمك، انت طمني عليك، اخبارك ايه؟ كويس؟ انا الحمد لله اتخرجت واشتغلت في شركه بقالي 3 شهور واهو ماشي شويه كده وشويه كده. صحيح كنت دايما بتقول لي ان هي بتبقى كده في الاول. صح، وبعد كده هتتعدل وتتظبط وتبقى كله تمام. وانت اصلا كنت شاطر يا حسام، انا فاكرك كويس. ربنا يخليك يا دكتور. على فكره انا ما صدقتش اي حاجه من اللي هما بيقولوها دي، مش انا بس ولا انا ولا اي حد من الدفعه. هما يكتبوا اللي يكتبوه وينشروا اللي ينشروه، هما احرار، لكن احنا استحاله نصدق الكلام ده. دكتور سليم يقتل؟ والله العظيم العالم دي اتجننت. هو احنا مش عارفينك ولا ايه؟ مبسوط اني شفتك جدا، بس لازم اتكل على الله بقى. ماشي يا دكتور، انت مش عايز مني اي حاجه، اعمل لك اي حاجه؟ سلامتك وشد حيلك، خلي بالك من نفسك. وانت كمان مع السلامه يا دكتور. مع السلامه. ما انت طلعت كويس وبتعرف تفكر اهو. قسما بالله يا سليم، لو حد من اللي جوه حصل له حاجه انت ما تهددنيش. انت زيك زي اي كلب تسمع الكلام اللي هقوله لك بالحرف وتنفذه. ولو عملت غير اللي انا بقول لك عليه او قلت نص كلمه ما عجبتنيش، ديتك معايا زرار. زرار هدوس عليه وكلكم تبقوا حتت في الشارع تتلم زي الزباله. اشتغلوا على مهلكم، ولما يخلصوا الفتحه اللي بيعملوها تدخل لوحدك. أو أقول لك دخل الواد التاني ده معاك، هي فرصة يتعلم برضه. أنتوا الاتنين بس اللي تدخلوا، لو حد زيادة دخل أو خرج من غير إذني أنت عارف كويس إيه اللي هيحصل. يا جماعة ثواني، ساعدوني ساعدونا كلنا يا جماعة، هنخرجوا هتخرجوا إن شاء الله، بس سيبوا الراجل يشوف شغله. ثواني، ما تخرجش حد يا بهاء، ما تخرجش حد. اسمعوني كويس قوي ومحدش يرد عليا. أنا هخش ومحدش هيخرج. اسمعونا يا جماعه لو سمحتوا. اسمعوا، مفيش وقت، مفيش وقت، ارجوكم ارجوك. الطفل ده مش مهم. انا معلش، حقك عليا، مش هينفع صدقيني، مش هينفع. لو حد خرج المكان كله هينفجر. انا هخش واحاول اتصرف. اتصرف ايه؟ ده مش شغلك، ده شغلنا احنا. يا فندم صدقني اللي بيعملوا كده مراقبيننا وشايفين كل حركه احنا بنعملها. لو اي حد دخل غيري انا او بهاء او اي حد خرج المكان هينفجر. مش هتعرف، وده مستحيل. يا فندم مش بمزاجي، ارجوك. انا اول ما هخش يا فندم هكلم حضرتك في التليفون وتقول لي اعمل ايه بالظبط. لما تدخل بصور لي القنبله وابعت لي صوره وانا هقول لك تعمل ايه. حاضر يا فندم. يلا بهاء، يلا يا حمزة. ارجعوا لو سمحتوا، ارجعوا. محدش يخش ولا حد يخرج. طب ايه؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ هنصور القنبلة زي ما قال وابعتها له. هات اوعى. ايوه يا فندم، انا بعت لحضرتك الصور زي ما حضرتك قلت. اعمل ايه دلوقتي؟ اوه حمزة، خرجني من هنا حمزة. حاضر يا فندم، هخرجك بس اهدى ارجوك. مع سيادتك يا حمزة. خرجني يا حمزة من هنا. اسكت بقى، ما انت سبب. أنا يا فندم مع حضرتك. القنبلة دي محطوطة بطريقة غريبة شوية. الطريقة اللي مربوطة بيها حوالين اللواء مجدي تخلينا ما نعرفش نحركها ولا نحركه هو كمان. لو السلك ده اتقطع والدايرة انفصلت هتنفجر. الموبايل ده كمان هو المفجر. لو العد التنازلي ده خلص واستقبلت إشارة تفجير من أي مكالمة كده على الموبايل برضه هتنفجر. طب والحل إيه؟ مفيش حل. القنبلة دي محتاجة وقت كبير جدا عشان نعرف نبطلها. ده لو احنا اللي بنتعامل معاها، لكن اللي فهمته ان احنا ما نقدرش ندخل.
بس المقدم حمزه من رجالتنا جوه، ممكن نشرح له يعمل ايه وهو يتصرف. يا فندم الموضوع مش بالبساطه دي زي ما سيادتك فاكر، لا القنبله دي محتاجه حد يكون عنده خبره كافيه، وكمان لازم يكون مجهز نفسيا قبل ما يبدا يجرب. طب والعمل ايه دلوقتي؟ مفيش عمل، الحل الوحيد اننا لازم نلاقي طريقه نخرج بيها كل الناس اللي موجوده هناك. حوالي 15 دقيقه يا فندم. ايوه شايفه. ايوه فندم. ايوه انت يا خالد. طب نخرج احنا طيب ولا نعمل ايه؟ احنا هتيجي هنا. استنى. طب قوم شوف بيعمل ايه. طب قوم شوف بيعمل ايه. قوم لو سمحت خرجنا من هنا ارجوك. اهدوا يا جماعه، طيب اسمعوني اسمعوني علشان اعرف اكلمكم وتسمعوني. اقعدوا 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 اهدوا واسمعوني اسمعوني بعد اذنكم لو سمحت. هنسمعك لحد امتى ارجوكم؟ لين هنخرج من هنا يا هيحصل والله يا فندم. اسمعوني بعد اذنكم، اقعدوا اهدوا اهدوا، انا بهديكم علشان نطلع بعضينا. حاضر يا فندم، انا عارف والله ان في قنبله شغاله جوه، انا عارف. اقعدوا بس اقعدوا اقعدوا يا فندم اسمعيني، انا معاكم يا فندم، انا مفيش حاجه يعني انا معاكم، لو في مشكله هتحصل انا ما كنتش هبقى موجود، انا تمام بطمنكم ان شاء الله كل حاجه هتحصل خير ان شاء الله باذن الله. 10 دقايق بالظبط وكلنا هنخرج مع بعضينا، عشان كده انا جاي اقول لكم اهدوا اهدوا واستريحوا وثقوا فيا. تمام تعال حبيبي. انت اسمك ايه يا حبيبي؟ اسمي حماده. حماده بص يا وحش، انا هكلفك بمهمه كبيره قوي، ها وانت قدها، انا عايزك تفضل واخد بالك من كل حاجه بتحصل هنا، ولو حد في الناس دي وقف او عمل اي حاجه تقف على طول على حيلك وتنده لي جوه على طول. ها انا اسمي اونكل بهاء. اسمي ايه؟ اونكل بهاء. ماشي. انت خايف؟ لا مفيش راجل يخاف. ها ايه يعني ايه يا فندم؟ مش هنقدر نعمل اي حاجه. حمزه اوعى تسيبني اموت يا حمزه، اوعى تسيبني يا حمزه. ارجوك يا فندم. يعني ايه يا حمزه؟ يعني هتسيبني اموت هنا يا حمزه؟ ارجوك يا فندم حاول تعمل اي حاجه ارجوك. هذا وقد اكدت عده مصادر ان هذه العمليه الارهابيه يقف وراءها التنظيم الارهابي المعروف باسم تنظيم نور الهدى، والذي تسبب في العديد من العمليات طوال الفتره الماضيه، الامر الذي اسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين، وكلها عمليات تمت بقياده جابر المحلاوي قائد التنظيم، والذي تمكن من الهروب مؤخرا بعد القبض عليه بمساعده الارهابي الهارب من حكم الاعدام سليم فواز. الو الو يا سليم، يا سليم سامعني؟ ايه اللي بيحصل عندك ده؟ انت بتعمل ايه؟ عارف والله العظيم لو اي واحد من الناس اللي جوه دول حصل له اي حاجه انا عمري في حياتي ما هسامحك. وانت عارفه كويس قوي الناس دي عملت ايه، وعارفه كمان ان انا مش هينفع اسكت ولازم ارد عليهم. يا ده طلع نفسك بره الموضوع ده خالص، انا مش فاضي دلوقتي، هبقى اكلمك بعدين. سلام. لا يزال العد التنازلي للقنبله تتواصل وبسرعه منتظرا في النهايه المأساويه القادمه ان لم يتمكن خبراء المفرقعات من التعامل معه. بهاء ما تسيبنيش يا بهاء ارجوك، ما تسيبنيش اموت هنا يا بهاء، انا عارف اني غلطت في نفسي. اسكت بقى اسكت بقى. حاضر حاضر. ايوه سليم ارجوك يا سليم ركز معايا واسمعني كويس قوي، الناس اللي بره دي ملهاش اي ذنب. تاني تاني هنتكلم عن الناس اللي ليها ذنب واللي ملهاش ذنب تاني يا حمزه؟ ارجوك يا سليم ما تخليش اللي بيني وبينك يعميك. اسمع لو عايز اي حاجه اعملها فيا انا، مش انا اللي حاولت اقتلك؟ خلاص انا مش هخرج من هنا يا سليم، مش هخرج بس خرج الناس ارجوك. لا مش موافق. يعني ايه مش موافق؟ يعني ايه؟ انت جننت ولا ايه؟ سليم ما تقعديش نفسك في 60 داهية. في 60 داهية؟ طب وايه اللي اتغير يعني؟ هو انت نسيت ان انا كان محكوم عليها بالاعدام والحكم اتنفذ فعلا؟ يعني تفتكر ايه اللي ممكن يتعمل؟ لما تقبضوا عليا هتسيبوني امشي؟ بص يا سليم لو المسألة يعني مسألة الحكم احنا ممكن يعني ممكن تخففوه؟ يعني هيبقى بدل ما الحكم اعدام هيبقى مؤبد مثلا؟ انت ايه اللي جرالك يا حمزه؟ انا كنت بقول عليك الوحيد اللي بتفكر اللي فيه. ايه اللي حصل لك؟ سليم قسما بالله العظيم لو حد هنا حصل له اي حاجه تاني. انت بتهددني تاني يا حمزه؟ هو انت ما بتتعلمش؟ بس تصدق ان انت فعلا عندك حق.
اللعبه دي طولت وبواخت قوي فعلا. بس لحد هنا وكفايه بقى، عشان انت مش هتخرج من عندك النهارده. سليم ايه بقى؟ جايز الناس علشان نخرجهم. هنخرجهم ازاي يا حمزه؟ هو انت مش قلت لنا هنحاول يا بقى؟ هنحاول. انت شايف خلاص ما عادش في وقت، وكده كده هتنفجر، على الاقل نخرج الناس. طب ما هو لو سليم شاف الناس بتخرج علشان كده انت اللي هتخرجهم يا بقى، وسيبنا نحاول اعمل اي حاجه. هتحاول تعمل ايه يا حمزه؟ مفيش حاجه. خرج الناس يا بقى. سيبني واخرج يا حمزه. مش هينفع، مش هينفع اسيبك. خلاص يا حمزه مفيش وقت، سيبني واخرج. قلت لك مش هينفع، مش هينفع يا حمزه. اخرج بقول لك. ارجوك اسكت يا عمري يا بنت مخدر. اخرج. اخرج يا حمزه خلاص، انا كده كده ميت. اخرج يا حمزه. حمزه القنبله وقفت. انت عملت ايه؟ انا ما عملتش حاجه. امال مين؟ معرفش. في ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ وفي تطور مباشر للاحداث، يبدو ان رجال الداخليه قرروا المفاضله واخراج الرهائن من داخل المكان بعد ان توقف العد التنازلي للقنبله فجاه ودون سبب مسبق. معنا من هناك مراسلنا من موقع الحدث احمد مصطفى. احمد، ما هو الموقف عندك؟ الموقف وكما هو واضح للجميع ان العد التنازلي للقنبله توقف فجاه، وان لم نعرف حتى الان ان كان هذا بسبب سيطره رجال المفرقعات على القنبله ام ان تنظيم نور الهدى قرر التراجع عن تنفيذ عمليته، والتي لو تمت كانت ستؤدي لسقوط عشرات الضحايا هم من الرهائن الموجودين حاليا داخل المكان. يا نهار اسود، يا نهار اسود. اشتغل التاني. حمزه بقول لك ايه، يلا مفيش وقت يا حمزه. يلا ابني وخرج الناس. امشي يا بهاء، خرج الناس. اخرج يا حمزه، اخرج. اسكت. اسمعوني يا جماعه، ان شاء الله خير. خارجين؟ ايوه يا فندم. معلش وقت يا فندم، انا جاي افرجكم اصلا، فاسمعوني. تمام؟ اسمعوني، احنا دلوقتي هنخرج بانتظام واحده واحده علشان مفيش دقات ممكن تحصل ومفيش وقت. اوكي اسمعوني وساعدوني. ماشي. تمام؟ ماشي. يلا يا فندم، بعد اذنكم واحده واحده. يلا يا حمزه مفيش وقت. يلا يا استاذ. يلا يا حمزه مفيش وقت. يلا.